مشاهدي قناة شوف تي في، سعد الله مساءكم بكل خير. مرحبا بكم مع اختكم نادية فهد المباشر من مدينة فريدة. فالحمد لله والشكر لله، حبيت أنني نشارك معكم هذه الأجواء بشوارع عاصمة الفوسفات. كما كتشوفوا معنا أمطار الخير في هذه اللحظات، تبارك الله، اللهم لك الحمد والشكر. فبالنسبة لخوتنا اللي تيحبوا أنهم يشوفوا المباشر من مدينة خريبكة أو يعرفوا الأجواء كيفاش دايرة، ففي هذه اللحظات ما شاء الله تبارك الله اللهم لك الحمد والشكر أمطار الخير. إذن هكذا هي الأجواء، أمطار قوية أو غزيرة في عاصمة الفوسفات. أمطار كنشموا ريحة الرحمة، كنشوفوا الرحمة ديال الله نزلات، اللهم لك الحمد والشكر. كنشوفوا شوارع المدينة كتغسل، فيا ربي اغسل قلوبنا من الحقد والحسد كما كيتغسلوا دابا هاد الشوارع. مبروك هاد الخير علينا كاملين، هذا خير وهذه رحمة. نتمنى أنها تنزل هذه الرحمة وهذا الخير على كل المدن المغربية يا رب. إذن أخوتنا اللي كيتابعونا، كيدير الجو عندكم؟ كاين شي خير بحال هذا عندكم في مدينتكم؟ نطلب الله عز وجل نشوفوها في كل المدن المغربية، اللهم لك الحمد والشكر. أجواء رائعة الآن أو في هذه اللحظات بمدينة خريبكة أو بعاصمة الفوسفات، مع تساقطات غزيرة في هذه اللحظات مشاهدينا. سيدي بالنور تبارك الله قوية، مبروك عليكم خويا سفيان، مبروك هذا الخير. كاين الخير الحمد لله. عمر قول لي يا خويا من أشمل مدينة، كاين الخير الحمد لله. خوتنا كيقولوا كاين الخير، يعني كاين المدن المغربية تبارك الله اللي نعم علينا الله بها ونزل الرحمة ديالو. وجدة كاينة الشتا، مبروك عليكم خوتي. وكذلك مدينة خريبكة الخير تبارك الله والرحمة نزلت على هاد المدينة معك. ميغو إغرم العلام، أهلا وسهلا ساكنة إغرم العلام. الجو بارد دون تسجيل أمطار منذ الصباح في العاصمة العلمية للمملكة. محمد اللي كيتابعنا من مدينة فاس، يعني العاصمة العلمية، نطلب الله عز وجل نشوفوا كما قلت هاد الأمطار في كل المدن المغربية إن شاء الله يا ربي. كل شيء نعم بهذا الرحمة وهذا الخير اللي لي حرمنا، والله حتى النفسية كترتاح. توحشنا هاد الأجواء، توحشنا نشوفوا الشتاء، توحشنا نشوفوا هاد الشوارع كتغسل، توحشنا نشوفوا الأرض كتحيا، توحشنا نشوفوا الأرض يعني نشوفوا اللون الأخضر في الطريق ملي كنكونوا مسافرين، يعني غاديين لواتزم ولا غاديين لبجعد ولا يعني ولا غاديين لفقيه بن صالح ولا يعني تعودنا اننا كنشوفوا يعني الطريق خضراء، طريق كذلك ثلاث الاولاد. توحشنا اللون الاخضر بجنبات الطريق، وبهاد الرحمه اللي راه تتنزل غادي نشوفوا خوتي اللون الاخضر، نشوفوا الفلاح ونشوفوا الكساب فرحان، ندخلوا للسوق ونشوفوا الابتسامه في الوجه ديالهم. ماشي كنا ندخلوا ونشوفوا يعني الوجه ديالهم مكتئب والخوف وجايبين يبيعوا الغنم ديالهم بالخساره، ما لقاو ما يوكلوهم والعلف غالي. توحشنا نشوفوا الابتسامه في وجه الكساب، وتوحشنا نشوفوا الابتسامه في وجه الفلاح اللي من يديه كناكلو كان. الحمد لله يعني من يدي الفلاح كناكلو خوتي، الحمد لله. أمطار الخير في هذه اللحظات بعاصمة الفوسفات، فاللهم لك الحمد والشكر. أجواء رائعة، العاصمة الرباط والو اليوم أبو مالك إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله الرحمة غتنزل شوية بشوية ونشوفوها
في كل المدن المغربية. خاص قلوب الناس تغسل حتى هي كما قلت خوتي هي الأولى، قال لي هي الأولى. فكما قلت كما يا ربي غسلتي شوارع المدينة فاغسل قلوبنا من الحقد والحسد والكراهية يا رب. بغينا قلوبنا تكون بيضاء، وبغينا قلوبنا تحب الخير للغير. حتى سوق السبت ولاد النمة كاين الخير، مبروك عليكم ساكنة سوق السبت ولاد النمة، الحمد لله أمطر الخير بأسفي، مبروك عليكم ساكنة أسفي. فكاملين نهزو كفوفنا الله، بغينا نشوفو ونطلبوه شو نشوفو أمطار الخير في كل المدن المغربية. والآن كنتواجدوا في شارع أو في زنقة مراكش، وهكذا هي الأجواء في هذه اللحظات بعاصمة الفوسفات. سيدي بنور تبارك الله ما شاء الله، سفيان مبروك عليكم، وتحية لسكنة سيدي بنور. نادية مبروك هذا الخير، أيوب رشيد الحمد لله الله يبارك فيك، مبروك علينا كاملين. فين ما طحت الشتا راها تنفع كاع المدن الحمد لله ديالنا، وكاع المدن المغربيه ديالنا كامله. نفرحوا في اي مدينه طحت فيها الشتا وصبت فيها الشتا الا وكان يفرح القلب ديالنا، وما كرهناش نشوفوا كاع المدن المغربيه. الأمطار الآن في أكادير، تحية تحية لكم ساكنة أكادير، مبروك عليكم هذا الخير. خاص الإنسان يرجع لطريق الله، فأكيد رحنا كناخذ دروس خوتي، رح تشي حاجة ما ندوزوها إلا وأنها درس لينا. في زمن كورونا خدينا دروس، في الفترة ديال الجفاف اللي ما طاحتش فيه اشتراها درس، يعني كنتمنى ونرحموا بعضياتنا باش الله عز وجل يرحمنا. تين غير والنواحي الثلج والمطر مبروك عليكم الحمد لله. وقلعة السرغنة والنواحي تبارك الله، اللهم زيد وبارك، اللهم لك الحمد، مبروك عليكم ليلى، اللهم زيد وبارك، نحمدك يا ربي ونشكرك. تازة الشتا حفيد مبروك عليكم خويا، وتحية لسكينة تازة. تحياتي ليك عمر أختي من تانوغا، تحية خويا عمر، تحية ليكم. إذا فللتذكير بالنسبة للمتتبعين لعاد التحقوا بنا في هذا المباشر، فإحنا الآن على المباشر من مدينة خريبقة، هكذا هي الأجواء في هذه اللحظات. أمطار الخير الحمد لله. الحسيمة كيقول لنا خويا منير، كيقول لك الحسيمة والو، إن شاء الله دابا تجي رحمة الله وتنزل على مدينة الحسيمة، وكذلك على الرباط وعلى فاس، واللي قلتوا لي دابا ما فيها الشتاء، وعلى كاع المدن اللي مازال ما نزلتش فيها، اللي ما صباتش فيها الشتاء. أيوب رشيد خريبقة حتى هي الشتاء، أكيد خويا رشيد أيوب، فإحنا الآن بمدينة خريبقة وعلى المباشر، وهكذا هي الأجواء في هذه اللحظات. الحمد لله والشكر لله، اكيد خصنا نحمد الله ونشكره لان نعمه ورحمه نزلت علينا. بنقرير والو ان شاء الله باذن الله، حنا كنطلبوا الله عز وجل الله يرحمنا. كازا الحمد لله كاينه الشتاء، زبزات الشتيوة، زبزات هي في نواحي ميدلس، زبزات كيكون فيها البرد بزاف، كي دايرين مع البرد والثلج. تحياتي لكم جميعا، سعيد من مراكش تحياتي لك خويا سعيد، وتحيه للناس البهجه. الان كنتواجدوا في زنقه شارع مراكش، عفوا لا شارع الروداني. شارع الروداني سلام الناظور، كاينه الشتا مبروك عليكم ساكنة الناظور. سوق السبت الحمد لله، الخميسات والو. خالد خويا ان شاء الله حنا كنطلبوا الله، كنطلبوا الله غنشوفوا الشتا ان شاء الله في كل المدن المغربيه باذن الله، لان رحمه الله واسعه الحمد لله. وحنا ما كنعياوش، حنا ذاك العبد الملحاح
نطلب الله في كل ساعة وفي كل دقيقة وفي كل ثانية. تحياتي لك أختي من مكناس ناس خريبقة، وتحية لك أخي نيابة على ساكنة مدينة خريبقة، أو على كنحييكم متتبعين فينما كنتوا في كل مدن المغربية وكذلك حتى خارج أرض الوطن. تحية لخوتنا الجالية مباشر كنهديه لكم، تشوفوا معنا الأجواء من مدينة خريبقة. بركان شتا مبروك عليكم حفيظ، مبروك للساكنة ديال بركان سطات، تحياتي تحية متبادلة ساكنة سطات، شكرا لكم. واتزم جواد اهلا وسهلا خويا جواد، واتزم قالك تايا فيها شتا، الحمد لله اكادير موجود الخير، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. مساء النور حتى الناظور كاين شتا، مبروك عليكم الساكنة ديال الناظور. القنيطرة دابا لا، يعني دابا ما كايناش الشتاء، ولكن يعني صبت فيها الشتاء الحمد لله. رضوان الخال كيقول الصراحه خريبقة بلاد الخير وبلاد المعيشه والناس الله يعمر هدر، نتمنوا غير المسؤولين يشوفوا فيها راء وليداتها تعانيوا من البطاله والتهميش. اكيد خويا رضوان كلامك على حق، هذه المدينه سبحان الله ناسها طيبين، الناس الجود والكرم كنحيوهم اكيد. تجي براني ما تحش براسك انك براني، تعاملوك احسن معامله، كيكبروا بالناس اللي ماشي من هذه المدينه، كيرحبوا بالبراني. البراني حنا هذه الكلمه حتى واحد ما براني، لان كل المدن المغربيه الحمد لله بلاداتنا، ولكن بالدارجه ديالنا وبالمتداول كنقولوا زعما اللي جا من شي مدينه اخرى وهذه ماشي مدينته كيتسمى براني، ولكن ماشي بداك المعنى ديال الحمد لله كاع المدن المغربيه بلاداتنا. يعني كيرحبوا بك حتى لو ما تكونش عندك العائله ديالك هنايا فكيعتبروك واحد منهم. تحيه لساكنه مدينه خريبقة، كنحبكم وكنعزكم وكنحترمكم وكنقدركم. أكيد الرسالة دائما كتوجه للجهات المسؤولة أو المسؤولين بهذه المدينة، يشوفوا من حالها ويقوموا بالواجب ديالهم ويشوفوا مشاريع تنموية لهذه البلاد، ينقذوا شباب المدينة، لأن صراحة بغينا نوقفوا النزيف ديال الهجرة الغير الشرعية. بارك علينا، بارك علينا من قوارب الموت. سلام اختي الغاليه ناديه لاباس عليك، الحمد لله. سلمى تحياتي الحمد لله، سول فيك الخير سلمى. مولاي بوسلهام كاينه الشتا مبروك عليكم. سفيان اختي واش مازال غدا في الطريق؟ مازال ما وصلتي. انا غير في وسط المدينه، غير في مدينه خريبقة، ندير معكم جوله كنهديها لكم نتوما. يعني كما قلت لكم هذه جوله وسط المدينه، كنت في بوجنيبه، كنا في بوجنيبه، بوجنيبه اللي كتبعد على مدينه خريبقة بشي 12 كيلومتر، كنا في بوجنيبه. وملي دخلت خريبقة تبارك الله لقيت الشتاء، وقلت علاش لا ما نديروش واحد المباشر مع المتتبعين ديالنا اللي كيبغيو يشوفوا الاجواء، وصراحه تعجبنا نشوفوا هذه الاجواء وكنفرحوا بها. وقلت ندير معكم مباشر في وسط المدينه، يعني انا كندور على قبلكم، هذه الجوله كنهديها لكم، نديروا دردشه مع الخوت مع الحباب. حنا كنتواجدوا الان في حي القدس شارع المغرب العربي. تحيه لقناه شوف تي في، شخصي المدير والصحفي المتألقة نادية عن مدينة خريبقة. شكرا محمد علواني تحياتي لك، شكرا لك، تحية لك وناس وادي زم من ديار إيطاليا، توحشنا أجواء البلاد. سيمو تحية لك أخي، وهذه أجواء أو هذا المباشر كنهديوه لكم، كذلك نتوما خوتنا الجالية اللي كتوحشوا ريحة البلاد
فهذا مباشر تشوفوا معنا الأجواء في بلادكم، والله يجيبكم بخير وعلى خير يا رب لبلادكم وأي واحد مغرب على بلاده أكيد، إلا وعنده هدف وعنده طموح وعنده حلم وعنده أمنيات، يطلب الله عز وجل كل واحد ليحقق له أمنيته، حتى واحد ما كره يبقى في بلاده، وحتى واحد ما كره يبقى حدا وليداته، وحتى واحد ما كره يبقى مع والديه، ولكن لكل ظروفه كل واحد. كاين الناس اللي هاجرات من أجل أنها تحسن من الوضعية ديالها، والله يحقق لكم كل أمنياتكم يا رب. تحياتي من الحوز، تحية متبادلة، شكرا لكم، شكرا متتبعينا اللي كتابعونا. الحمد لله لاحظت بزاف ديال المدن يعني اللي راهم متابعينا وحتى خارج ارض الوطن. تحية طيبة اختي الكريمة من بوجنيبة. عثمان تحية اخي شكرا لك، دابا اللي كنا في بوجنيبة عاد دخلنا. ديري شي دويره في سيدي بنور، مرحبا بك، ترحب بك. جن اخويا سفيان ما كرهتش، علاش لا؟ الا سمحت لي الظروف وظروف العمل علاش لا، انا ما كرهتش. ونزيدك ما عمري جيت لسيدي بنور، ان شاء الله يا ربي سهل الامور نزور مدينه سيدي بنور. تحياتي من وجده خويا حفيظ، وتحيه متبادله، تحيه لساكنه الشرق، شكرا لكم. رشيد اختي العزيزه ردي بالك من الحفاري اللي خطيكم عليا اخوتي، شكرا لكم. صراحه انا ربما حفظت مدينه خريبكا وعرفت عرفت حفره بحفره، الا بغيتوا نحصيها لكم نحصي لكم الحفاري لان عييت بهذا باكثر من مباشر اللي كنوجهوا للجهات المسؤوله، عارفه كل بلاصه فين كاينه الحفره، تقدر تقول لي الشارع الفلاني شحال فيه من حفره، نقدر نعطيك شحال من حفره فيه، لان دائما كنوجه رساله للجهات المسؤوله باش يهتموا وينزلوا للتيران ويشوفوا شنو خاص هذه المدينه وشوارعها، ويشوفوا هذه الفضائح اللي كنشوفوا في شوارع المدينه. ولكن في هذه اللحظة والله ما بغيت نهضر دابا على الحفاري ولا البنية التحتية، راني دزت باش ما نكذبش عليكم، راني دزت في شارع المغرب العربي ولقيت الفيضانات وقلت خليني هذا عافاك بلا ما نهضر دابا على خليني مشاركة الفرحة ديال الشتاء، الفرحة الشتاء ما بغيتش نضيعها، فرحانة بالشتاء، قلت صافي خلي بلا ما نهضر ثاني عاود على البنية التحتية، مازال نرجعوا لهم البنية التحتية. دابا خليوني غير في الفرحة ديال الشتاء نتشاركها معاكم ونقولوا الحمد لله مباشر باش نحمد الله ونشكره، اللهم لك الحمد والشكر على هاد الرحمة وعلى هاد النعمة يا رب. إذا مشاهدينا فالآن احنا غادي نطلعوا في القنطرة الجديدة اللي كتربط ما بين جوج ديال الأحياء، ما بين حي ليراك وحي لينبيعات، هذه هي القنطرة الجديدة. مختار تحياتي لك من بن حمد، تحية متبادلة أخويا مختار، شكرا لكم. إذا مشاهدي قناة شوف تي في ما سخيتش بكم، كانت هذه جولة ليلية بشوارع عاصمة الفوسفات مع أمطار الخير، شوفوا الأجواء كيفاش دايرة، شكرا لتتبعكم معنا، شكرا للتفاعل ديالكم. سمحوا لي اللي ما قريتش التعاليق ديالكم، ولكن كنحبكم كنقدركم كنحترمكم، حب متبادل واحترام متبادل. ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، الى اللقاء، تصبحوا على خير.